عندنا عليه فكرة، عندنا عليه فكرة مش حتى إشكال. معناها في أولا خلي ديما فما قاعدة لحديثنا وقاعدة لهذا الكل، كونه ما عادش فما فريق سير في فريق، لازمنا معناها في مخاخنا ذهنيا نحضروا احنا كو اون فاليفري دي باتاي معناها سبورتيف بيان سور، فهمت؟ دونك هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي تفرجنا فيه فريق محترم ومحترم جدا، وعندهم لاعبية معناها عندهم فنيات فردية ممتازة، دونك سي تانو معناها باش نقعدوا مركزين وموتيفي باش وديتيرميني باش ننجزوا هالمقابلات هذو.